إطار أنشطة لافارج وسيم المغرب في ميدان التنمية المستدامة وبرنامجنا في ميدان المسؤولية الاجتماعية والمجتمعية للمقاولة الأغسو نبني والحياة، ارتأت مجموعة لافارج وسيم المغرب في هذه السنة تخليد اليوم العالمي للبيئة بتنظيم أسبوع ذو صبغة خاصة اللي هو كنحاولوا أن نشجعوا المتعاونين الأطر والمستخدمين ديال لافارج وسيم المغرب في ميدان التطوع. هذا الأسبوع كتنظموا لافارج وسيم المغرب في جميع المعامل ديال لافارج وسيم المغرب من وجدة إلى طنجة إلى بوسكورة إلى فاس مكناس سطات تطوان العيون وجميع مناطق المغرب اللي عندنا فيها وحدات صناعية. وهذا الأسبوع فيه مجموعة الأنشطة منها بالخصوص غرس الأشجار، ومنها يا إما في المعامل ديالنا ولا في المقالع ديالنا اللي هي في طور تهيئة أو لا في مؤسسات مجاورة وبمشاركة مجموعة من الجمعيات اللي كتنشط في الميدان ديال التنمية المستدامة والحماية البيئة. أنا هنا اليوم باش نشارك في هذه المبادرة الطيبة اللي هي تطوعية باش نغرسوا الأشجار وجمع النفايات. بالنسبة لي هذه البادرة هي مبادرة جميلة بزاف، الناس كاملين لاحظنا أن الناس كاملين ديال العاملين معنا لافارج وسيم كاملين شاركوا فيها وكان واحد الإقبال كبير، وهي مدارت على الصعيد الوطني في جميع معامل لافارج وسيم المغرب. واليوم هنايا انا باش زرعت الشجره ديالي، ومن بعد ان شاء الله غدا نمشي باش نقوموا بعمليه جمع النفايات. دونك كما كتشوفوا حنا جينا اليوم باش نأديو الواجب ديالنا في اطار عمليه الشجر اللي قام بها لوزين ديال بوسكوره في اطار اليوم العالمي للبيئه. دونك كانت مبادره طيبه من عند لوزين، جاوا الاخوان كاملين مستخدمين اطر واطر عليا كذلك ديال جروب لافارج وسيم ماروك باش يقوموا بهذه العمليه ديال التشجير باش نساهموا في اعاده التشجير ديال لاكارير ديالنا. دونك في اطار هذه المبادره بحال كاع الناس اللي شاركوا في العمليه، دونك جينا زرعنا الشجره ديالنا، دونك ساهمنا في هذه العمليه، حنا فرحانين بزاف. دونك هذه كتبقى صدقه جاريه. هذا الاسبوع كانت فيه مشاركه ديال جميع المستخدمين ديال معمل بوسكوره وكذلك مجموعه من المستخدمين ومجموعه من العمال والاطر ديال لوسياج ديالنا، وعرف بلانتاسيون ديال تقريبا 1400 شجره بالمقلع اللي هو في طور التهيئه ديالنا في بوسكوره، كذلك في مؤسسه تعليميه مجاوره، كذلك في مستوصف من مركز صحي المجاور لمعمل بوسكوره. وعرفت هذه الانشطه كذلك جمع النفايات البلاستيكيه والاكياس البلاستيكيه المتناثره في مجموعه من الدواوير المحيطه بالمعمل. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.